السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنرجع مرة أخرى لبعض المهن القديمة اللي كانت موجودة وكان ليها أثر كبير جدا في المجتمع، وأغلبها انقرض حاليا أو تغير أو تطور. أول حاجة مقاول الأنقاض. كان زمان أما حد يجي يهد البيت بتاعه ما بيجيبش اي حد يهد البيت وخلاص، لا بيجيب مقاول اسمه مقاول الانقاض. بيعمل مقاول الانقاض ده بيجيب العمال بتوعه يطلعوا الحجاره سليمه ويطلعوا الابواب سليمه ويطلعوا الشبابيك سليمه وياخدوها للمخازن بتاعتهم علشان يبيعوها لمتعاهدين اخرين. من اكثر الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها اللي هي الابواب الاثريه والشبابيك الاثريه والمشربيات القديمه اللي كانت بتباع ثم تنتقل الى الدول في اوروبا او دول اخرى، يعني لانها تعتبر اثريه. وللاسف احنا ما كناش بنقدر قيمه هذه الاشياء الاثريه اللي كان بيشتريها مقاول الانقاض. طبعا الشغل بتاعه كان شغل حرفي عالي جدا، كان بياخد ايام واسابيع عشان يطلع كل شيء مظبوط وياخده ويبيعه. الناس بقى الاخرين اللي هم التجار الاخرين، حتى الحجاره اللي كانت موجوده في الحواري بتاعه القاهره القديمه كانوا بيجوا يشيلوها، كنا بنلاقيها بتتباع وتطلع تلاقيها موجوده في بعض الدول الاوروبيه او اماكن اخرى. المهنه الثانيه مهنه شيخ الحاره. شيخ الحاره بيعتبر هو رجل الامن في المنطقه، هو عين الدولة وعين البوليس، وهو ده بدأ من أيام المماليك اللي هم حكموا مصر من 1250 ل 1517، وبستمر بعد كده. واحنا كنا بنشوفه كان دايما راجل يجي، ساعات بيكون لي دكة حطتها في الحارة أو يجي يزور الناس ويكلم الناس، وكان بيقضي خدمات للأهالي، بيجمع المعلومات ويوديها للبوليس، وكان مكلف بحمايتهم كذلك، وبيعملوا مصالح بتاعتهم، شهادات الميلاد، شهادات الجواز، شهادات الطلاق الى اخره. وما زالت الوظيفه بتاعته موجوده بس اتطورت في داخل قسم البوليس. لكن كان شيخ الحاره ده كان هو اليد اليمنى لاي مواطن في الحاره او في الحي بيحاول ياخد خدمه من مركز البوليس او قسم البوليس. في حاجه اسمها ضرب الوضع. ابين زين ضرب الوضع، كان بيجوا الغوازي او بيجوا اللي هم البنات اللي مش من الارياف، اللي هم من ايه بنسميهم الغجر او الجيبسي باللغه الانجليزيه، وتقابلهم دايما على الشواطئ، لو كان لهم لبس كده مميز، لبس يعني تقليدي جميل، كان دايما على عندهم يعني حلق في ودانهم كبير وحلقان في مناخيرهم، وعندهم الوشم على دقنهم الى اخره، ويقعدوا يوشوشوا الوضع ويرموه في الارض ويقول لي يا شاب انت هتتجوزي فلان مش هتتجوزي فلان، الحاجات دي كلها. يعني الحاجات دي كلها كانت بتكون تسليه لكثير من الناس، لكن في بعض الناس كانوا بيعتقدوا فيها وده حرام. يعني الغازية اللي كان بتيجي دايما كان بيجي في الأرياف زمان حاجة اسمها السيرك، طبعا دول بردك اللي هي القبائل الغجر اللي كانت عايشة في مصر، تنتقل من قرية لقرية ومن ريف لريف إلى آخره، وفي الأحياء بيجوا بيلعبوا البهلوانات ويلعبوا الشقلبزات والحاوي إلى آخره وألعاب السيرك. وكان في حاجة اسمها غازية تيجي ترقص، دي رقصة تقليدية، ويمكن كان في فيلم مش فاكر حتى اسمه إيه، يعني احمد رمزي ونعيم عاكف وستيفان روستي وزينات صدقي وسراج منير الى اخره، بس انا مش فاكر اسم تامر حنه، اسم الفيلم تامر حنه. ده كان جزء ممثل لهذه المهنه اللي هي الغازيه. كان في حاجه اسمها حامل الاخبار. حامل الاخبار ده كان من زمان، يمكن مثلا من اكثر من 500 سنه ايام السلاطين، ما كانوا بيحبوا يعلنوا الخبر، لا كان في تلفزيون ولا كان في راديو ولا كان في اذاعه ولا كان في تليفون ولا كان في ميكروفونات ولا شيء. كان بيجي واحد كده يبقى ماشي في وسط الاسواق ومعروف ان هو مكتوب، يعني معروف الناس عارفه هو مين، ولما يقف يقول لهم الاخبار اللي هيعملها السلطان او هيعملها الخديوي او الى اخره، الضرايب هتزيد، المشاريع هتبقى كذا،
يعني كل الحاجات دي كان بيقولها لهم هو. دي الحاجات دي كانت قديمه جدا، وكان الشعوب في الوقت ده او المجتمعات في الوقت ده انتهجت مثل هذه المهن علشان توصل خبر القصر الحاكم الى الشعب والرعية. في حاجه تانية اسمها اللي هو انا مش عايز اسميه زبال، اللي هو جامع القمامه والحمار. العلاقه بين القمامه والحمار طبعا دي كانت مهنه رائعه جدا جدا جدا، وانا عصرتها الى ان انتقلنا حتى من الحلميه لمن الاوقاف العجوزه، وكان بيجي لنا يعني في الاسبوع او مش فاكر بقى كل اسبوع ولا كل يوم اعتقد، وشاب كده ومعاه عربيه بحمار وبيطلع يجمع القمامه كل يوم من البيوت. كان الشغل بتاعهم يعني ممتاز 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 ممتاز، وكان اغلبهم من اخواننا المسيحيين، لان كان عندهم مقالب زباله كبيره جدا. وانا فهمت دلوقتي ان او فهم يعني بعض الاشياء ان ليه اخواننا المسيحيين كانوا ممتهنين هذه المهنه، لانهم كانوا بيجيبوها، وانت عارفين الخنازير عزكم الله بتحب تاكل الزباله او تاكل الاشياء دي كلها، فكان في علاقه ما بين تربيه الخنازير وجمع القمامه من البيوت. فكان تكلفه جمع القمامه دي من اخواننا دول بتساوي نديله يمكن في الشهر يا ربع جنيه يا 50 قرش، لكن كان الميعاد مظبوط، الجمع مظبوط، عربياتهم وهي ماشيه في الشوارع اللي هي بدائيه دي كانت ما يخرجش منها اي شيء من الزباله يقع فيه على الارض. وللاسف دلوقتي اتلغت هذه المهنه وجابوا شركات تجمع القمامه تاخد اضعاف 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 اللي كان بياخده اخواننا جميع القمامه دي، ويستفيدوا منها هم من فرز القمامه وتربيه الخنازير. وجت شركات عملاقه يعني اصبحت تكلف الناس يعني الجلد والصقر. دي بعض المهن اللي انا كنت عايز اذكر المشاهدين بيها، لان في كتير جدا منكم ما يعرفش شيخ الحاره، يمكن ما يعرفش يعني ايه انقاض، مقاول الانقاض، يعني ضرب الوضع، يمكن بعض الناس يعرفوها، الغازي يمكن يعرفوها، حامل الاخبار ده او ناشر الاخبار ايام السلاطين وايام الملوك في الماضي. طب انا اشكركم جميعا وجزاكم الله خير على حسن مشاهدتكم، واذا عجبكم الفيلم شاركوه مع اصدقائكم. السلام عليكم ورحمه الله.